أهداف الإسعاف الأولي. إن من أهم الأهداف الإسعاف الأولي المقدمة لمصاب هي الحفاظ على الحياة، تحاشي تدهور الحالة، مساعدة المصاب على الشفاء. من هنا يستطيع المسعف الأولي الماهر أن ينقذ حياة المصاب من خلال توفير ضرورات الحياة اللازمة له بتأمين مسلك مفتوح للهواء، تنفس ملائم، دورة دموية منتظمة. ومن هنا وجب الحديث أولا عن الكيفية التي يؤدي بها الجسم وظائفه أثناء عملية التنفس ودوران الدم لتساعدك على تطبيق هذه الأمور، حيث سيرد شرحا مفصلا عن كيفية تطبيقها لاحقا.